الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب الغصب. قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. والغصب هو مصدر غصب يغصب، ومعناه لغة أخذ الشيء ظلما، ومعناه اصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. وقولنا في التعريف قهرا خرج به المسروق والمنتهب والمختلس، فإنه يكون خفية ولا يكون علانية على سبيل القهر والغلبة، وإن كان الجميع محرما. وقولنا في التعريف بغير حق خرج به أخذ المال بحق قهرا من الإنسان. كيف يكون أخذ المال قهرا بحق؟ نعم. طيب، يعني مانع الزكاة غير هذا، يعني المفلس وهو الذي دينه أكثر من ماله، عندما يحجر عليه الحاكم فإنها تؤخذ أمواله وتباع وتقسم بين الغرماء قهرا، تؤخذ منهم قهرا. سيكون إن شاء الله هناك ثلاثة أسئلة، وسيكون عليها ثلاث جوائز نطرحها من وقت لآخر. وحكم الغصب محرم، وهذا بالإجماع، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، اتفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. طيب، الغصب قلنا إنه محرم، لكن نريد أن نعرف درجة التحريم، لأن بعض الذنوب تكون صغائر وبعضها كبائر. الصغائر هذه هي اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هو صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب هذه تغفر بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، وحتى باجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. وهذا يقودنا إلى معرفة ضابط الكبيرة، حتى نستطيع أن نميز بين الكبائر والصغائر. هذا السؤال عليه جائزة، فمن يذكر لنا تعريف الكبيرة يكون تعريفا كاملا. نعم، تفضل، اللي يجيب يقوم حتى يسمع الجميع، ارفع صوتك. طيب، يعني هذا جزء من التعريف، نريد تعريفا كاملا. بارك الله فيك، تفضل. طيب، هذا ايضا جزء من التعريف، نحن اشترطنا للجائزة ان يكون التعريف كاملا. نعم، نعم، بارك الله فيك، تفضل. نعم، أحسنت، تفضل، خذ الجائزة، خلي يعطوا الجائزة. إذن ضابط الكبيرة هي كل ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة. أي نعم، نعم، تأخذها من الأخ. هذا هو ضابط الكبيرة. فمثلا شرب الخمر هل هو من الكبائر؟ نعم. لماذا؟ ورد فيه اللعن،
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر. طيب، النميمة هل هي من الكبائر؟ نعم، ورد فيها لا يدخل الجنة نمام، ففيها نفي دخول الجنة. أذية الجار من الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. إذن الإسبال، إسبال الثياب، ورد فيه كل ما أسفل من الكعبين ففي النار، ويوعيد بالنار، إذن من الكبائر. إذن خذ هذه الفائدة، كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة ونحو ذلك، فهذا هو ضابط الكبيرة. كبيرة لا بد فيها من التوبة. فعندنا هنا في باب الغصب، الغصب من كبائر الذنوب، وأيضا من كبائر الذنوب المتعلقة بحقوق الآدميين. وإذا تعارض حق آدمي وحق الله، إذا كان على إنسان دين، إنسان توفي وعليه دين، نعم، إنسان عليه يعني عنده تركة، مثلا نفترض هذه التركة 6,000 وعليه دين مقداره 6,000 لرجل من الناس، وعليه كفارة أو زكاة، فهنا تعارض حق الله وحق الآدمي، والتركة لا تسع لهما جميعا، فأيهما يقدم؟ هذا السؤال بدون جائزة. نعم نعم، أحسنت، حق الآدمي مقدم، لأن حقوق الله مبناها على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة. حقوق الله تتوب فيما بينك وبين الله، الله تعالى يغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما حقوق الآدميين تبقى لأصحابها يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب خطوة عرفة في أعظم مجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حج مع قرابة 100,000، افتتح تلك الخطبة العظيمة بقوله: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعلى المسلم أن يعظم شأن حرمات حقوق العباد، يحذر من التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا. وأشد من أشد الناس حسرات يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة من صلوات وصيام وزكوات وصدقات، ثم تذهب هذه الحسنات لموازين غيره، يأخذ هذا من حسناته لأنه شتمه، ويأخذ ذاك من حسناته لأنه قذفه، ويأخذ هذا من حسناته لأنه أخذ من ماله بغير حق، ويأخذ هذا من حسناته لأنه فعل كذا وكذا، فيرى أن حسناته تذهب للآخرين وهو ينظر فيتحسر حسرة عظيم. وإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الغصب من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله: من غصب، ومن غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. من غصب شيئا ثم أراد التوبة، نقول يجب عليك أولا أن ترد هذا الشيء المغصوب، وأن ترد أيضا أجرة مثله إذا كان مثله مما يؤجر مدة مقامه في يده، لأنه قد فوت على صاحب هذه العين المغصوبة، فوت منفعتها عليه، فيجب عليه أن يرد العين المغصوبة وأن يرد أيضا أجرتها معها. وإن نقص يعني الشيء المغصوب فعليه أرش نقصه، يعني يضمن النقص في هذه العين المغصوبة. أما إن كان المغصوب عبدا، قال: وإن جنى فأرش جنايته عليه. إن جنى هذا العبد المغصوب فعلى الغاصب أن يدفع للمجني عليه قيمة هذه الجناية، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، فالغاصب يتحمل قيمة هذه الجناية.
طيب إن جني عليه، قال وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، يعني من الغاصب أو من الجاني. وإن زاد المغصوب وقت وجوده عند الغاصب رده بزيادته، رد العين المغصوبة بزيادتها، لأنها نماء لصاحبها سواء كانت متصلة أو منفصلة. وإن زاد ونقص، يعني زاد هذا المغصوب ونقص، كأن يكون المغصوب مثلا ناقة ويصيبها هزال لكنها تلد، فالزيادة من جهة النتاج والنقص من جهة الهزال، قال رده بزيادته وضمنه بنقصه، فيرد ولد هذه الناقة معها ويضمن الهزال الذي قيمة الهزال الذي حصل فيها، سواء زاد بفعله أو بغير فعله. ثم ذكر المؤلف أمثلة، قال فلو نجر الخشبة بابا، لو نجر الخشبة بابا فإنه يضمن النقص في حال النقص، وتكون الزيادة لصاحبها في حال الزيادة. أو عمل الحديد إبرا فإنه يردها بزيادتها ويضمن النقص عند حصول النقص. ولو غصب قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، يعني نقشه وطرزه، أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فرخا، فكذلك يعني على هذه القاعدة يرده مع الزيادة ويضمن النقص. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده ورد معه قيمة هذه الزيادة. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. هذه العين المغصوبة تلفت فيجب عليه أن يرد مثلها، أو أنها لم تتلف لكن تعذر ردها فيجب أن يرد مثلها إن كانت من المثليات، وإن كانت ليست من المثليات قال وقيمته إن لم يكن كذلك. ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة، يعني إن قدر الغاصب بعد دفعه لقيمة المغصوب على رد العين المغصوبة نفسها وجب رده، وجب عليه أن يرد عين المغصوب وأن يسترد القيمة من صاحبها. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، كما لو خلط زيتا بزيت مثلا أو برا ببر، فهنا يجب عليه أن يدفع إلى المغصوب جزءا من هذا المخلوط بمقدار المغصوب مع رد المثل في الباقي، مع رد المثل في الباقي. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، كان يخلط زيتا ببر مثلا فإنه يرد المثل من حيث شاء. وإن غصب أرضا فغرسها، وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، يعني يجب على الغاصب أن يقلع الغرس الذي غرسه في هذه الأرض وأن يرد الأرض إلى صاحبها ويرد معها قيمة النقص، وأن يدفع لصاحبها الأجرة، وأجرتها مدة بقائها عنده، ولكنه يأخذ هذا الغرس، يأخذ هذا الغرس. قال وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، يعني غصب رجل أرضا وزرعها وحصد هذا الزرع وجب عليه أن يرد الأرض وأجرتها، وأما الزرع فإنه يأخذه الغاصب يكون له، فالغاصب يكون له الغرس ويكون له الزرع. وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير، يعني المالك الذي غصبت منه هذه الأرض، بين ذلك يعني يخير بين أن يترك الزرع حتى يحصده الغاصب على أن يدفع له الغاصب أجرة زراعة الأرض، أو أن يأخذ الزرع ويدفع قيمته للغاصب، ولهذا قال وبين أخذ الزرع بقيمته. إذن هذه المسائل هي
معالجة مشكلة الغصب. فهذا الغصب إذن يجب أن يرد ويضمن نقصه ويرد ما ترد معه زيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. وكذلك أيضا إن تعذر الرد رد مثله أو رد قيمته. مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل الشنيع وهو الغصب الذي قلنا إنه من كبائر الذنوب. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن غصب الجارية وما يترتب عليه من أحكام. وهذه المسألة يعني مسألة الرق كانت موجودة إلى وقت ليس ببعيد في دول العالم الإسلامي، ثم انقرض الرق بعد ذلك، انقرض في العالم وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما دوليا، فانقرض وانقطع الرق. ولذلك تكفي عبارة المؤلف هنا التي ذكرها من غير يعني أن نشرحها لعدم، لأنها الآن أصبحت مسائل نظرية، أصبحت مسائل نظرية ليس لها وجود في الواقع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. وهي يعني اصطلاحا تعرفها الاصطلاحي عرفها المؤلف بقوله: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. وبعضهم يضيف: بالثمن الذي استقر عليه العقد. ويستحقاق انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد. نوضحها بمثال: هذا رجل مشترك مع آخر في أرض، لكل منهما نصفها، ثم إنه تفاجأ بأن صاحبه باع حصته ودخل مع الشريك جديد. صاحبه باع حصة التي هي نصف الأرض، فدخل معه شريك جديد في شراكة هذه الأرض، وهو يرضى بشراكة صاحبه الأول، لكن هذا الشريك الجديد لا يرضى بشراكته. فهنا أجاز له الشارع أنه ينتزع حصة شريكه من هذا المشتري الجديد. يقول: كم اشتريت نصيب شريكي؟ فإذا قال: اشتريته ب50,000، قال: خذ 50,000 وتكون الأرض كلها لي. هذا معنى الشفعة. لاحظ قولنا في التعريف أن ينتزع، ففيها انتزاع، فبغير رضا. لو قال المشتري: لا أنا ما أقبل، نقول: ليس لك خيار. فهذا ينتزعها انتزاعا منه، لكن بنفس الثمن الذي اشتراها به المشتري. فيقول: كم اشتريت حصة شريك؟ قال: اشتريته ب50، خذ 50,000 وتكون الأرض كلها لي ولا يكون معي شريك. والحكمة من إثبات الشفعة هي دفع الضرر عن الشريك، لأن الإنسان قد يرضى بشراكة إنسان ولا يرضى بشراكة آخر. أنا أرضى بشراكة زيد من الناس لأني أعرفه وأعرف أمانته وأعرف كريم خلقه، ولا أرضى بشراكة علي مثلا لأنني أعرف أنه شخص غير مناسب، إما لسوء خلقه أو لغير ذلك. فالحكمة من إثبات الشفعة هي دفع الضرر عن الشريك. طيب، هل فيها ضرر على المشتري؟ المشتري قال: أنا اشتريت الآن 50,000، أنتم الآن تريدون أن تنتزعوها مني، هل في هذا الانتزاع ضرر؟ ما في ضرر، أنت اشتريت 50,000 نرجع لك 50,000، لكن فيها دفع الضرر عن هذا الشريك الذي سيدخل مع الشريك جديد.
فهذه هي الشفعة، وقد كانت موجودة في الجاهلية وقرها الإسلام ووضع لها ضوابط. هذه الشفعة تثبت بشروط، ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط، قال ولا تجب، يعني لا تثبت إلا بشروط سبعة. هذه الشروط السبعة بعضها سنوافق المؤلف فيها وبعضها سنناقش المؤلف ونخالفه. الشرط الأول قال أحدها البيع، يعني لا بد أن تكون حصة الشريك انتقلت إلى الشخص الآخر بطريق البيع، فلا تجب يعني لا تثبت في موهوب ولا منقوف ولا عوض خلع ولا صداق. لو انتقلت حصة الشريك بطريق الهبة لا تثبت الشفعة، أو بطريق الوقف أوقفها عليه لا تثبت الشفعة، أو بخلع أو صداق، فهنا يقول لا تثبت الشفعة. وقال بعض أهل العلم إن الشفعة تثبت في كل ما ينتقل إلى الشخص باختياره مطلقا، وأن الشافع يأخذها بقيمتها، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. حتى لو انتقلت بهبة أو بأي طريق فهذا الشريك أحق بالشفعة، أحق بالشفعة إذا انتقلت باختياره. أما إذا انتقلت قهرا، انتقلت من شريكه إلى آخر قهرا، فلا تثبت الشفعة. طيب هذا هو السؤال الثاني الذي عليه جائزة، انتقلت لشريكه قهرا، من يمثل لنا يعطينا مثال لانتقال حصة شريكه إلى غيره قهرا بطريق القهر؟ نعم نعم أحسنت بارك الله فيك، تفضل. قهرا بطريق الإرث، الميراث ينتقل للإنسان قهرا، لو قال الإنسان أنا ما أريد هذا الإرث نقول لا انتقل له قهرا، تصدق به تهبه لكن ينتقل قهرا. وإذا انتقل نصيب الشريك قهرا فهنا لا تثبت الشفعة بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. الشرط الثاني أن يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبناء، أي أن يكون الشيء الذي تثبت فيه الشفعة عقارا غير منقول، فلا تثبت على رأي المؤلف لا تثبت في المنقولات، لا تثبت في الحيوان ولا في السيارة ولا في الثياب ولا في الثمار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدودا وطرقا، وهذه لا تكون إلا في العقار. والقول الثاني في المسألة أن الشفعة تثبت في كل شيء مشترك سواء كان عقارا أو منقولا، وذلك لعموم الأحاديث، ومن الحديث السابق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. ولأن العلة التي لأجلها تثبت الشفعة وهي دفع الضرر عن الشريك موجودة في العقار وموجودة في غير العقار، وهذا هو القول الراجح في المسألة أن الشفعة تثبت في المنقولات كما أنها تثبت في العقار. وعلى ذلك لو كان عندك محل واشترك معك شخص آخر محل مثلا بيع هواتف جوالة، أو محل بيع ملابس، أو محل بيع أي سلعة من السلع، ثم إنك تفاجأت بأن صاحبك باع نصيبه لشخص آخر، فهل تثبت الشفعة؟ أولا على رأي المؤلف تثبت أو لا تثبت؟ لا تثبت، وعلى القول الذي رجحناه تثبت، لأن الشفعة تثبت في المنقولات. الثالث من شروط الشفعة أن يكون يعني مشفوع فيه شخصا مشاعا، أما المقسوم المحدود فلا شفعة، لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
فلا بد أن يكون شيئا مشتركا مشاعا، يكون لهذا النصف ولهذا النصف، أو لهذا الربع وهذا ثلاثة أرباع، أو يكون ثلاثة لكل واحد الثلث، فيكونون مشتركين فيه بطريق الشيوع. أما عند عدم الاشتراك وما عبر عنه المؤلف بقوله المقسوم المحدود، فهذا لا شفعة فيه. فلو أن جارك باع بيته فهل لك أن تشفع وتقول لجارك كم بعت البيت؟ قال مثلا بعته بخمسمائة ألف، تقول لهذا المشتري خذ خمسمائة ألف وأنا أخذ البيت؟ لا، وذلك لأنه ليس بينك وبين جارك شيوع ولا اشتراك. وهذا يقودنا إلى شفعة الجوار. على رأي المؤلف هل تثبت شفعة الجوار أو لا تثبت؟ لا تثبت. وقال بعض أهل العلم إن شفعة الجوار تثبت إذا كان بين الجارين حق مشترك من جدار أو مسيل، مسيل ماء أو بئر ونحو ذلك. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، رواه البخاري. وأيضا جاء في بعض الروايات جار الدار أحق بالدار من غيره، وفي لفظ الجار أحق بسقبه إذا كان طريقهما واحدا، لكن الرواية المحفوظة هي رواية البخاري الجار أحق بسقبه. وهذا هو القول الراجح، أن شفعة الجوار تثبت بشرط أن يكون بين الجارين حق مشترك. قد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم. فلو أن هذين الجارين لكل منهما مزرعة وبينهما جدار مشترك، أو بينهما مسيل ماء مشترك، أو بينهما بئر مشتركة، فهنا تثبت الشفعة. أما إذا لم يكن بينهما أي اشتراك في أي شيء وإنما مجرد جوار فلا تثبت الشفعة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. الشرط الرابع قال أن يكون مما ينقسم، أما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه. قول المؤلف الحمام ليس المقصود به ما نسميه الآن بدورة المياه أو المرحاض، وإنما المقصود بالحمام المكان الذي يغتسل فيه. وهذا كان موجودا في البلاد الباردة مثل بلاد الشام ونحوها، ولم يكن موجودا في الحجاز لأنها بلاد حارة. فهذا هو المقصود بالحمام. المؤلف يقول إن الشفعة تثبت فيما يمكن قسمته، أما ما لا يمكن قسمته ومثل له بمثالين بالبئر والحمام قال فلا شفعة. وذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة تثبت فيما ينقسم وما لا ينقسم لعموم الأحاديث السابقة، ولأن ما لا ينقسم ضرر المشاركة فيه أكبر لأن ضرره مستمر. فإذا كانت الشفعة تثبت فيما ينقسم فثبوتها فيما لا ينقسم من باب أولى. فلو كان مشتركين في بئر ثم تفاجأ أحدهما بأن صاحبه قد باع نصيبه، سيأتي شريك جديد وربما يختلف معه، فالضرر موجود وربما يكون أشد. وعلى هذا فالقول الراجح أن الشفعة تثبت فيما ينقسم وفيما لا ينقسم. الشرط الخامس أن يأخذ الشقص كله، يعني من يريد أن يشفع لا بد أن يأخذ جميع ما تم بيعه، فإن طلب بعضه سقطت شفعته. ففي مثالنا السابق هذا رجلان بينهما أرض، أحدهما له النصف والآخر النصف، باع أحدهما نصيبه، قال الآخر أنا أريد أن أشفع لكن لن أشفع في النصف كله، سأشفع فقط في الربع.
فنقول لا، ليس لك هذا، إما أن تشفع فيه كله وإما أن تتركه، لأن كونه يشفع في جزء منه فيه ضرر، فيه ضرر على المشتري، فلا بد أن يأخذ الشقص كله. قال: ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. لو كان هناك أرض بين ثلاثة أشخاص، فباع أحد هؤلاء الأشخاص نصيبه، فكيف تكون شفعة شريكيه؟ نعم، بقدر السهام، فعلى هذا كل منهما، هذا له الثلث وهذا له الثلث، يشفع كل منهما بقدر نصف النصف، يعني الربع، هذا له الربع هذا له الربع، فعلى قدر السهام، يكون على قدر السهام. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. طيب، في مثالنا السابق هذه أرض بين ثلاثة أشخاص، باع أحدهم نصيبة، قلنا تثبت الشفعة للشريكين الآخرين بقدر السهام. أحدهما قال: لا، أنا ما أريد أن أشفع، وقال الآخر: أنا أريد أن أشفع لكن في سهامي فقط، هل نوافق على هذا؟ نقول لا، لا بد أن تأخذ السهام كله، وإلا يسقط حقك في الشفعة دفعا للضرر عن المشتري، لأن كونه يأخذ الربع ويترك الربع، يعني هذا فيه ضرر، فيه ضرر على المشتري. لاحظوا الآن، يعني كل مسائل الشفعة تدور حول دفع الضرر، دفع الضرر إما عن الشريك أو عن المشتري، وذلك لأن دفع الضرر مرفوع في الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الشرط السادس: إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، فلا بد أن ينقد له الثمن. ففي مثالنا السابق هذه الأرض بين شخصين، باع أحدهما نصيبة بخمسين ألفا، فنقول لهذا الشريك: إن أردت أن تشفع تدفع للمشتري خمسين ألفا في الحال. فإن قال: أنا ما عندي الآن شيء، أنا أريد أن أدفع خمسين ألف بعد ثلاثة أشهر، نقول: لا، ليس لك هذا، يبطل حقك في الشفعة، اقترض، المهم خذ سلفة من أحد، المهم أن تأتي بهذا المبلغ، إن لم تأتي به سقط حقك في الشفعة. فهذا معنى قول المؤلف: إمكان أداء الثمن. طيب، إن قال: أنا أريد أن أسدد الآن نصف الثمن والنصف الباقي بعد شهرين، نقول: ليس لك ذلك، لا بد أن تدفع الثمن كاملا، فإن عجز عن دفع الثمن أو عن بعضه سقط حقه في الشفعة. قال: وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. إن كان مثليا يعني أنه مثل، فعليه أن يدفع مثله كالنقود مثلا، وإن لم يكن يعني ثمن السلعة الذي بيعت به مثليا، كان يبيع السلعة مثلا بأرض، فعليه قيمته، ينظر إلى قيمته السوقية ويدفع للمشتري هذه القيمة. وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. إن اختلف، هنا الضمير في قول اختلف يرجع على من؟ هذا السؤال الثالث الذي عليه جائزة، اللي معنا مركز يجيب عن هذا السؤال. نعم، ارفع صوتك. الشريكين؟ لا. طيب، نشوف الجهة الأخرى. نعم، أحسنت، الشريك والمشتري، تفضل. الشريك والمشتري، اختلف الشريك مع المشتري، فقال هذا الشريك الذي هو الشافع، قال: أنت اشتريت هذه الأرض بأربعين ألف. قال المشتري: لا، أنا اشتريتها بخمسين ألف. إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، إن لم يكن هناك بينة فيقول يقول هنا المؤلف:
إنه يرجح قول المشتري لكن بيمينه، لأن المشتري هو العاقد وهو الذي دفع الثمن وهو الأدرى بقيمة العقد، فيرجح جانبه عند عدم وجود البينة ولكن بيمينه. الشرط السابع من شروط ثبوت الشفعة قال: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته، أي أن يطالب هذا الشريك بحقه في الشفعة وقت علمه بالبيع، فإن لم يطالب معنى ذلك أنه أسقط حقه في الشفعة. واستدل أصحاب هذا القول بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف من جهة الإسناد، وفي لفظ: الشفعة لمن واثبها. وذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة، إلى أن حق الشفعة لا يبطل حتى يصدر ما حتى يصدر من الشريك ما يدل على إسقاط حقه فيها، وهذا هو القول الراجح في المسألة، لأن الشفعة حق شرعي، فلا يسقط هذا الحق إلا بما يدل على رضا صاحبه بإسقاطه. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال، فهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فحق هذا الشريك باق لا يسقط إلا إذا صدر منه ما يدل على رضاه بإسقاط هذا الحق. المؤلف رحمه الله فرع على القول بأن حق الشريك يسقط على الفور إذا لم يطالب بها، فرع عليه هذه المسألة، قال: إلا أن يكون عاجزاً عنها، يعني عاجزاً عن المطالبة بحقه بالشفعة لغيبة، كان يكون مسافراً ولم يعلم بأن شريك قد باع حصته، فهنا حقه يثبت، أو حبس، كان يكون مسجوناً ولم يعلم بأن شريك قد باع حصته، أو مرض أن يكون مريضاً، أو صغر أن يكون صغيراً ولم يعلم بأن شريكه قد باع حصته، فيكون على شفعته متى قدر عليها. وأما على القول الراجح لا نحتاج لهذه التفريعات، نقول إن حق هذا الشريك باق إلا إذا صدر منه ما يدل على رضاه بإسقاط حقه في الشفعة. قال: إلا إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. إذا أمكن هذا الشريك أن يشهد على طلبه بحقه بالشفعة ولم يشهد يبطل حقه. فيقول المؤلف أنه لا بد أن يقول: اشهدوا أنني أطالب بحقي في الشفعة في هذا الشيء. قال: فإن لم يعلم، يعني الشريك، حتى تبايع ثلاثة فأكثر. هذا الشريك ما علم، أتى أحد الناس قال بأن أين أنت، شريكك باع حصته، والمشتري من شريكك باع، والمشتري من المشتري من شريكك باع، تبايع ثلاثة والرجل ما يدري، فهل يسقط حقه في الشفعة؟ يقول المؤلف: وإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، يعني لا يسقط حقه في الشفعة، وإنما له أن يطالب من شاء من هؤلاء الثلاثة، فله أن يطالب الأخير، المشتري الأخير الذي هو الثالث. وينتزع الحصة منه، وهذا الثالث يرجع بالثمن على الثاني، والثاني يرجع بالثمن على الأول، وإن شفع على الثاني قد أبطل بيع الثاني، وإن شفع على الأول أبطل بيع الأول والثاني، فهو مخير بين أن يشفع على أي واحد من هؤلاء الثلاثة.
فإن أخذ من الأول يعني شفع على المشتري الأول فدفع له الثمن، رجع الثاني على المشتري الأول بما أخذ، والثالث على الثاني، يعني يكون بينهم تسوية. نقول أنت أيها الشريك تختار في من تشفع عليه من هؤلاء الثلاثة، ثم يكون بينهم تسوية بذلك. ومتى أخذه، يعني متى أخذ الشفيع الجزء المشفوع فيه بالشفعة وفيه غرس أو بناء للمشتري، لم يعلم هذا الشريك بالشفعة إلا بعد مدة، ولما علم قال هذا المشتري والله أنا قد غرست أشجارا، غرست أشجارا في هذه الأرض، أو بنيت فيها غرف، بنيت فيها بناء، ربما يكون بنى بيتا فيها، أنت الآن تريد أن تشفع، تريد أن تأخذ حصة هذا الشيء الذي قد اشتريته أنا، وأنا قد غرست فيها أشجارا وقد بنيت فيها بناء، فما الحل؟ يقول المؤلف: ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته. نقول أن هذا الشفيع ينتزع حصة شريكه من هذا المشتري، وأما قيمة الغرس وقيمة البناء فنقول تضمن قيمة الغرس وقيمة البناء أنت أيها الشفيع وتعطيها المشتري، وبذلك ينتفي الضرر. تقول أنت أيها المشتري أنا قد غرست غرسا نعطي قيمة الغرس، تقول أنا بنيت بناء نعطي قيمة البناء، وبذلك يزول الضرر. طيب لو قال المشتري قلنا نعطي قيمة الغرس، قال لا أنا ما أريد قيمة الغرس، أنا أريد أن أقلع الغرس وأنقله لمزرعة أخرى، فهل يجاب؟ المؤلف أجاب عن هذا السؤال، قال: إلا أن يختار المشتري قلعه، قال أنا أريد أن أقلع هذا الغرس وأنقله مكان آخر، فهنا يجاب لطلبه بشرط. ما هو الشرط؟ قال: من غير ضرر فيه، بشرط أن لا يتضرر هذا الشفيع بهذا القلع. أما لو كان فيه ضرر على الأرض فلا يمكن، وإنما يلزم ويجبر على أخذ القيمة. قال: وإن كان فيه، يعني في الجزء الذي استحقه الشفيع بالشفعة، زرع أو ثمر باد، يعني أو ثمر ظاهر، هذا الرجل الآن لم يعلم، بقي مدة لم يعلم بأن شريكه قد باع، لما علم أتى لهذا المشتري قال أريد أن أشفع، قال المشتري أنا زرعت فيه زرع، الآن مثل ما ترى كله مزروع بالقمح والحنطة، أو أنا قد وضعت فيه شجرا فأثمر، أو أن الشجر الذي فيه أثمر سقيته فأثمر، فأنت الآن تريد أن تأخذه وفيه هذا الزرع وفيه هذا الثمر. هنا يقول المؤلف: فهو، يعني الضمير يرجع للزرع والثمر للمشتري. نقول: هذا الشفيع ينتزع هذه الحصة من هذا المشتري، ويبقى الزرع والثمر للمشتري. نقول: لك الزرع ولك الثمر. إلى متى؟ مبقا إلى الحصاد يعني للزرع، أو الجذاذ للثمر، لا ضرر ولا ضرار. طيب إن قال الشفيع: طيب إذا أبقيتم هذا الزرع إلى الحصاد أو الثمر إلى الجذاذ أنا لن أسقيه، نقول: تسقيه، تسقيه بقيمته، نعطي قيمة سقيه، يعطيه هذا المشتري قيمة السقي ويجبر على ذلك أيضا دفعا للضرر. قال: وإن اشترى، وإن اصطلح على أن يدفع الشفيع للمشتري قيمة الزرع والثمر فلا بأس، إن اصطلح على ذلك فلا بأس. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته،
يعني هذه الأرض الآن التي اشتراها، اشتراها مع سيف، أرض وسيف. فيقول المؤلف إن الشفيع له أن يأخذ فقط نصيبه في الأرض، وذلك بأن ينظر إلى قيمة هذا الشخص من الثمن فيدفع قيمة هذا الشخص، ويبقى هذا السيف للمشتري بما تبقى من الثمن، لأن الشفعة إنما تجب في الشخص إذا بيع منفردا، فكذلك إذا بيع مع غيره، فكذلك إذا بيع مع غيره. إذن هذه هي أبرز أحكام الشفعة. وكما تلاحظون أن الغرض من إثبات الشفعة هو دفع الضرر عن الشريك، الناس عن الشريك، دفع الضرر عن الشريك، لا ليس المشتري، الشريك. أنت وصاحبك شريكان في أرض، صاحبك باع نصيبه، أي نعم، ينتزعها من المشتري، دفع الضرر عن الشريك. وذلك لأن الناس يتفاوتون ويختلفون في أخلاقهم وفي طباعهم، فالإنسان قد يرضى بشراكة إنسان ولا يرضى بشراكة إنسان آخر. فكل مسائل الشفعة تدور حول دفع الضرر عن هذا الشريك، ودفع الضرر عنه يكون بأننا نمكنه من انتزاع حصة شريك التي قد باعها، ننتزعها من المشتري ونعطيها إياه بهذه الشروط التي ذكرت. فنقول لهذا المشتري: كم اشتريت هذا الشخص أو هذا الجزء من الأرض؟ قال: اشتريته ب50,000. نعطيك 50,000 وتكون الأرض كلها لهذا الشريك، وبذلك لا يكون في ضرر لا على المشتري ولا على الشريك. وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة التي شملت حتى هذه المسائل الدقيقة، وهذا ليس له نظير، ليس له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل، أن تشمل الأحكام حتى هذه الأشياء الدقيقة. ولذلك تجد حتى في كتب الفقه آداب قضاء الحاجة، باب السواك، باب الاستنجاء والاستجمار، هل هذا له نظير في أي دين أو أي ملة؟ ما له نظير أبدا. ولهذا تعجب أحد اليهود وقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة؟ قال: أجل. ثم ذكر بعض الآداب. فهذه الشريعة شملت كل شيء، ولا غرو ولا عجب في ذلك، فهي من العزيز الحكيم جل وعلا الذي جعلها كاملة وصالحة ومصلحة لجميع ما يحتاج إليه البشر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين العظيم الكامل الصالح المصلح لما يحتاج إليه البشر. والعجيب كيف أن البشر لا يحكمون بهذه الشريعة ويحكمون بالقوانين الوضعية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الشريعة العظيمة هي من العزيز الحكيم جل وعلا، ولذلك فهي شملت كل ما يحتاج إليه البشر. وانظروا إلى أبواب الفقه تجدونها ذكرت فيها معظم الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الناس، سواء في أمور العبادة أو التعاملات أو الأسرة أو الجنايات أو الحدود والدعاوى والأطعمة والأشربة وكل ما يحتاج إليه الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشفعة، ونقف عند كتاب الوقف، نفتتح به درسنا القادم إن شاء الله تعالى.